بيوتي باي ليلى عبيد لنشوف اليوم شو الموضوع اللي اخترتنا اياه. ليلى بونجور. بونجور. صيفية والناس بتحب هيك شوي ترتاح باللوك، خاصة مع هالماسك بتحطي ميك اب دغري بتحسي انزعجتي هيك شوي سماتشد لوك بيصير. بقى فكرت انه يكون في عنا سمر بيرمننت لوك، يعني فروم هيد تو تو شو فينا نعمل لوك يكون فريش ات ذا سيم تايم ويكون بيرمننت بيريحنا وبخلينا اذا رحنا على البحر ولا استقبلنا اي مناسبه بغنى عن الميك اب يلي بنحطه يوميا. اكيد هالخميس رح اعمل حلقه كيف يكون في عنا انو ميك اب يلي هو مرتبط بالبيرمننت لوك ولكن مرتبط بكثير اشياء ثانيه. اليوم حبيت انه نحكي عن البيرمننت لوك بيرمننت تاتواج يلي هو بيختلف ما بين الشعر ما بين الحاجب الاي لاينر الشفيف وخاصه الرموش. رموش يلي هن بيبي لوك ليتلي طوال سوفت ما في بقى هاللوك السميك ولكن بيبقى الاراء للاشخاص يلي بتحب الثيك لوك انه كمان تروح لثيك لاشز بس الاتجاه اكثر للبيبي سوفت لونج لاشز. هيدا بالنسبه للرموش. هو الرموش يعني شو التقنيه اللي مستعمله؟ التقنيه هي الاكستنشنز يلي بيضاينوا من اسبوعين لشهرين. هن بيضاينوا اكثر بس مش مستحب انه نتركهم اكثر. النوع الكل يلي يستخدم نقدر يكون انه لما بنسبح ما ينأذى لانه الكل يستخدم لللاشز يلي بنحطهم يوميا بيأذي بالشمس. هيدا بارت بيكون متبع ايام مع اي لاينر تاتو. رح نشوف بالصور الاي لاينر تاتو اللاشز وخاصه الاي لاينر للاشخاص يلي بتحب انه يكون في عندها كات لوك او بيكون في عندها سوفت بس في الان ذا بلانكس برموش يعني بينه رموش كانه اعبى. هول الاكستنشنز اللي عم يعبوا رموش ولا عم يطولوهم بس؟ الاكستنشن بيعبي وبيطول. حتى لو عندنا رموش بيعطينا لوك حلو وفينا هيك ما يكون حاطه ميك اب وحاطه بس هاللاشز يلي هن بيعطوا للعين اجمل وللاوفر اول لوك. اما الحواجب كمان صار فينا عم نعمل اللامينيشن ايبراو لامينيشن يلي بيوقف الحاجب لفتره من الوقت من دون ما نضطر انه كل الوقت نفرشي حاجبنا وخاصه اذا الحاجب ما عنده اكستنشن عالي يعني ما عنده وبر طويل. لما بنستعمل اللاش ليفت بيصير في عنا انتنت للرموش اطول ولما بنستعمل هالبيرمننت على اللامينيشن اللي بنحطه على الحاجب بصير في عنا حاجب اطول. بقى شوي السايكولوجي بتشبه بعضها، البرودكتس بتشبه بعضها لانه هون عم نشوف الاي براوز لما انعمل لهم لاش ليفت وانعمل لهم فيل ان ذا بلانكس يعني هالنوع من التاتو عبينا الحاجب بوبره بتشبه الحاجب مطرح الفراغ من قدام اذا لاحظتي بالصوره. وكمان كنا عاملين اللاش ليفت اللاش الايبراو لامينيشن لحتى يضلوا واقفين مع التكنيك اللي استخدمتها. هذا قد ايه بتضاين؟ اللامينيشن بيضاين تقريبا شهرين بينما البيرمننت في الاندا بلانكس يلي انعمل بيضاين سنتين. اشياء كثيره فينا نهتم فيها بهالكادر اللي بتشوفيه كثير صغير ولكن هو مهم كثير يلي هو الحاجب. نفس تقنيه التاتو هون عم تستعمل؟ اذا لاحظتي هون شوفي هاو لايت الحاجب يعني عم نطلع عم نشوف وبر شوي ميل للاشقر ومعلم. كمان هيدا نوع من الايبراو فيلينج يلي بنعبي بس بالمكان الفارغ يعني بتحسي كأن هالحاجب عنده أماكن فارغة بدل ما يصير حط قلم ومع الوقت القلم بيسكر المسام ويبطل في عنا وبرة الحاجب يلي نحن عم نجرب نحافظ عليها منقول بس بالقلم. القلم بنشف هالفوليكل ومنوقع بمتاهات تانية. لحظة هون عندها بس حواجب على الطرف رازي شوي لوك ولكن حسب كل شخص شو بحب صار
مع مدى الحاجب القصير تم تعبئته بوبرة وبرة طبيعية. It is the profession. هيدا صار تقنية حسب شطارتك أنت كيف بتحطي مجهودك وذوقك ضمن هالعمل يلي منتعلمه ويلي منصير نوجه الغير عليه. يعني لازم أعرف أنا كأخصائية شو بحاجة. هون كان في تاتو قبل وقدرنا نرجع قدرت أرجع أعمل وبرة وبرة فوقه وفي حواجب ما كانت بحاجة للتاتو، ولكن مثل ما بتعرفي فاشن victims sometimes عملت تاتو وعندها حواجب بس تتغير اللوك وتحس حالها مرتاحة. هون اخترت أنا لإلها أنه يكون في عندها لوك أكتر ناتشرال، نعمل نوع من السويب يلي هو بمحي الحاجب، منه اير جوفي، منه شيء بيحرق وبيقشر، هو سويب دغري بلحظتها بزيت السيشن منشيل وبنرجع بنعمل وبره وبره ليصير اللوك ناتشرال اكثر. ببقيه الصور يلي عم نشوفها والفيديوز حاولت انه اوصل لمطرح اللي اسمه اي لاينر بقلب الرمش واي لاينر الوينج يلي هو بنمد اكثر شوي لبرا. هل هون كنا خلصنا الاي براوز؟ من بعد ما عملنا الاي براوز عبينا بس من تحت الرادسين يعني اول الحاجب، وهون رسمت العين وبلشت تعبي بقلب الرمش. هون بتشوفي كانه الزيح اعلى، هو ما رح يكون اعلى لانه بصير في ورم دايركتلي، بس يروح الورم بيرجع الزيح يصير بقلب الرمش. وهيدا الشيء لو ما كانت حاطه اي لاشز بيعطيها هيك دفء اكثر وهيك للعين بحليها. عم نشوف هون الاي لاينر كيف بيتم رسم الوينج مثل ما كنت عم اقول بيرمننتلي، وكيف منلاحظ قبل كيف بلشنا هون نرسم ونعطي للعين الاكستريميتي اللي نحن بدنا نرسمها ونرجع نعبي هالزيح اللي عملناه. وبالايلاينر يمكن يضاينا 9 سنين 10 سنين الايلاينر لانه بيستخدم اللون الاسود، واللون الاسود لونج لاستنج بيجمنت، يعني بدنا ننتبه ما نحط اللون الاسود على الحاجب او على اي مكان لانه بيبقى هالنوع من البيجمنت doesn't turn to blue، ما بيتحول لازرق ولا لرمادي، بضله اسود. اما على الحاجب مش مستحب لا يبقى اسود ولا يصير رمادي ولا ازرق. ما بدنا نفكر لانه ما فينا نوثق بالبيجمنت نحن، لانه بشرتنا هي يلي بتحدد كيف بده يقلب اللون. سو على الحاجب ما نفوت الا بالالوان الفاتحه، ما نختار الا الالوان الفاتحه، والاخصائي المتمرس ما بيرضى يعمل اسود على الحاجب. كمان العينين فينا نعمل a mix of blue black بيعطي ضوء لبياض العين إذا اخترنا الأيلاينر. هون الأيلاشز رح تشوفي different style of lashes. هاللاشز اللي سبق حكيتك عنها كاتيا كيف في أعرف أنا شو لازمني إذا العين بحاجة. شوفي هالأرقام اللي حطيتها تحت هي أرقام اللاش إكستنشن، يعني بتقولي 8 بتقولي 10 بتقولي 11 بتقولي 12 لنفس العين. في يبلش قصير وأكبر وحط أطول وأطول، وفي لزيت العين حط زيت القياس مثل ما عم نشوف على الطرف اليمين، وبالنص بتلاحظي بلشت صغير وكملنا أكبر. وبالصور تحت في بعض الأشخاص بحبوا العين يكون عندها تايجر لوك يلي هي بتعطي الرمش انك تمدي أكتر، وهون بتحطي ميك اب خفيف ما بتحسي حالك انه بحاجة لميك اب قوي لما بيكون عندك بيرمننت لوك. هون اذا كبرنا شوي وحسينا انه الرمش فقدني، وهون السيدة بمرحلة فقدت رموشها يلي كانوا كتير عبية، كمان بيعطي جناس بيعطي فريش لما بيتم وضع الرموش يلي بيقدروا يساعدوها ديلي انها تكون مرتاحة. بهالصورة هي مالتي سيرفيسز للرموش وهن كلهم بيرمننت. بنشوف بالصوره فوق البيرمننت لاشز يلي هن الاكستنشنز، بنشوف تحت كيف بيتم صبغ الرموش
لحتى يكون في عنا رموش أعبى من دون اكستنشن. بالصور يلي منشوفهم بالآخر هني قلب الرموش يلي بيساعدونا انه الرمش يكون مقلوب مثل الاكستنشنز يلي بيكونوا مقلوبين. وهيدا قلب الرموش كمان بيضاين فترة طويلة، بيضاين كتير وبيضاين مش أقل من شهرين على الأكيد. وفينا نحط هاللاشز يلي هني منن بيرمننت يلي فينا نحطهم لمدة أسبوع، بيضاينوا أسبوع أو أسبوع ونص. ما منستعمل البيرمننت بس ما منغسل الرموش، ما منغسل العينين لحتى نقدر نحافظ عليهم. كمان اكستنشن بالجفن السفلي كمان صحيح صحيح، ولكن مش مستحب كتير إلا لبيج أوكيشنز وللبرايدز. بهالصورة عم نشوف بيرمننت ليبس يلي انعمل شيء اسمه ليب بلاشينج، ولح نشوف هلا بعد شوي كثير للليب بلاشينج. الرموش يلي نحطه البيبي لاشز يلي حكينا عنهم، الاي لاينر يلي انعمل بيرمننت مع اللاشز مع الحواجب والتم بالصوره الثالثه، بالصوره تحت عم نشوف الحاجب اللي انعمل له لامينيشن وفيلينج. هون عم نشوف اللاش اكستنشن السميك يلي بحبه الاسمك، وباخر صوره الاي لاينر لما ما بيكون في رموش، وخاصه لما بيوقع الجسم الانسان بحاله مرضيه بيكون بحاجه انه يصحح هاي المرحله باي لاينر يعوضوا عن الرموش، لانه مش دائما هالاشخاص عندها هيك روح انها تحط بيرمننت، وخاصه ما بيكون في رموش يلقي عليهم الرموش. مثل ما بنقولوا النظره الثانيه رح تكون للليب بلاشينج. الليب بلاشينج يعني انا بتطلع بشفيف كاتيا بشوف عندهم فوليوم وعندهم الحجم يلي بيليق لوجهك. في بعض الاشخاص ما عندهم هيدا الشيء، بنشوف بالصوره هون كيف تم إعادة الحجم من دون ليب أوغمنتيشن أو أي فيلر بتم. تم تشوف البيفور وآفتر، اختيار الألوان الطبيعية يلي هي ديجرادين من الألوان القليبة للبيجمنت الموجود بالشفاف، وصولا للبيرلي يلي هي مثل البيرل هيك منحس الشفاف، وهيدي فورا بعد انتهاء التاتو مش بعد فترة، يعني بعد فترة بيكون كتير أحلى. كمان رح نشوف بالفيديو كيف بيتم الليب بلاشينج، ومنشوف انه لما بيتم تحضير الشفاف على الطريقة المضبوطة ما في وجع ما في انزعاج، وبالنهاية بيكون في عنا الشيء اللي عم نشوفه من بعد هيدي فورا من بعد ما يتم الليب بلاشينج. ولما بنعمل ميك اب خفيف بيكون عنا هيك ما عم بيبين الصورة تحت الشفاف، ولكن كمان بنكون عم نشوف شفافنا صاروا بشكل طبيعي أجمل وبدون ما نكون فتنا بأي فيلينج بالشفاف. نوعية السكن بتأثر على هالعمل؟ بالشفاف بتأثر المدخنين، يعني إذا نيكوتين تعرضوا كتير شفاف لامتصاص مثل ما بيقولوا هالمادة، أو بيكون في عندهم اللثة زرقة شوي، بيكون الشفاف أصعب هون أنه نوصل للون البينك، وهيدا شيء كتير بيضر لما منكون نحنا عنا هيدي الأشياء. وجب علينا أنه ناخد قرار مع الشفاف بألوان خاصة للناس اللي عندها هيدي الحالة. وهون منشوف منوصل للبينك، عم تشوفي فورا نحن وعم نشتغل هيدا اسمها كريو بيجمنتيشن، مستخدم التبريد الماينس 5 لحتى فورا هالبيجمنت ياخد الجزء يلي بحاجة له خاصة للمدخنين. بقى بناخد احتياط لما يزرق لما يتغير لونه، لأنه هذا الشيء بيأثر على اللون كتير إذا كان في نيكوتين كتير، وخاصة حتى الكافيين. الكافيين بيتأثر جسم ككل، وهيدا الشيء بيأثر حتى عشريين على كل الجسم. هون بننتبه الجزء الثاني هو للشعر. الشعر نحن بناخذ بعين الاعتبار انه في ناس صار في عندهم فراغ عند الفرق،
وهيدا الفرق ما بيقدروا يحسنوه بهير اكستنشن. اكيد كمان بالبيرمننت في كذا نوع من الهير اكستنشن، ولكن بالتاتو بنعبي الفراغات تنعطي ثكر تنعطي اسمك، وبالتالي هاي الطريقه بتساعد انه ما يبين الفراغ يلي بنكون مرقنا فيه، ان كان بفعل هرمونال او بفعل تناول ادويه معينه او بنيه الشعر لما بتخف. انا بدل ما نعبي بالالوان بعمل هيدي التكنيك اللي بعبي فيها شكل الوبره، هي بتاخذ 3 جلسات تقريبا، لانه السكالب ما بتلقط اللون سريع الا ما يكون غامق، وبتعرفي انه اللون الغامق على الغسيل كثير بنخاف انه يتغير، بنبتدي بلون خفيف وبنعمل التيست لنتاكد انه هيدا الطلب والشخص مرتاح من الشيء اللي عم ينعمل له، وبرجع بعدين بنعمل كوركشن حتى اذا انعمل ليفتنج وكان في اي سكار قريب للأذن، هون بينعمل وبرة على هالسكار أو كيلويدز، بتعرفي بتمرق كتير الأشياء من بعد العملية الجراحية يلي بتساعد. أما طريقة العناية ما بعد التاتو لكل هالأشياء اللي شفناها اليوم، أكيد بعد بدي فرجي شيء كتير مهم يلي هو الأظافر، يلي الأشخاص يلي بيحبوا أنه يكون في عندهم جلج أو شلك، أو هاي بعدنا عم نشوف الهير اكستنشنز يلي مريحين، يلي بيكونوا منهم عم ينوضعوا وينشالوا بالكليبس يلي هن بيرمننت، وهلا صار في الويج يلي بيساعد كثير انه الاشخاص يشيلوه ويحطوه، يعني صرنا عم نفكر باللحظه ذاتها مش بس بالبيرمننت. اما بالنسبه للاظافر اذا كانت جلج ولا كان شلك ولا كان كل هالاشياء يلي بتخلي الفيرني ضاين، انا ما بدي احكي عن الاظافر الاصطناعيه يلي انا ما بحبها اطلاقا مهما كان السبب، لانه بتضر مع الوقت على مينا الظفر. اما الجلج ما عنده سيئاته اذا من وقت للتاني ريحنا الاظافر واستخدمناه لمناسبات قبل السفر قبل اوكيجن، بس كمان كل شيء بيرمننت على الظفر بنجرب نبعد عنه شوي. اما بالنهايه بدي اعطي نصائح ما بعد التاتو وما قبل التاتو. ما قبل التاتو وجب اذا كان عندنا فم بعانا في مرحله من الشيء اللي اسمه الحمو، يعني بيمرق الاشخاص بيقولوا عندي حمو، اذا عندنا حمو مفروض انه اخذ دواء قبل الحمو قبل التاتو بتقريبا اسبوع او اقل شيء يومين. اما بالنسبه للعينين مفروض ما اكون حاطه كونتاكت لينسز لحتى لما اعمل التاتو ما يفوتوا تحت العين. بالنسبه للحاجب مفروض انه دائما يكون تركي حاجبي طبيعي لحتى اعرف كيف يتم رسمه. اما للفم حتى لو كان في فيلر او اي شيء مفروض في اعرف سناني طول سنين اخذ بالاحتياط لحتى اعرف كيف حجم شكل الفم. وبالنهايه بالنسبه للشعر اذا الشعر ضعيف ما حط على العالي الشعر، اعمل الوبره وبره حط على الواطي لما تقل يضره. واخر شيء بقوله انه التاتو بحاجه لخمس ايام لحتى يعمل كراست، من بعد الخمس ايام بيقشر، بنرطبه من بعد خمس ايام، بعد الشهر بنعمل تاتش اب ونكون وصلنا للنتيجه. ماشي ليلى، معلومات كثيره بوقت قليل، اهلا وسهلا فيك، اكيد ناطرينك بحلقه جديده ونصائح جديده. وقفه هلا ونرجع نتابع لايف.